بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج اليومي، برنامج مساء خير يا كويت، في هذه المجلة الحكومية التي نقلب فيها صفحات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى شتى مواضيعنا ومساحاتنا الحوارية وتقاريرنا المنوعة. في البداية مسي بالخير على أخواننا الموجودين معنا في الاستوديو، أخواننا خلف الكنترول، ودائما وأبدا للزميلة مشاعر. مساء خير. مساء النور عيدة، رحب بالسادة المشاهدين وكل من انضم إلينا لمتابعة ما هو جديدنا طبعا من خلال برنامج مساء الخير يا كويت. دائما عندنا مساحات حوارية وأيضا طبعا لقاءاتنا متجددة، بالإضافة إلى فقرة أخبار الديرة لليوم إن شاء الله راح تكون مع عيد. طبعا أعزائي المشاهدين، أكيد في هذه الحياة ناس عديد وناس مميزين، وأنت لك الاختيار، أكيد ممكن تكون مميز وممكن تكون عادي، ولا ايش رايك يا عيد؟ والله مفروض في الحياه الواحد ما يكون انسان عادي، وهذا يقودني الى قصه جدا جميله خاصه بشخص اسمه عادي بن عادي. السيد عادي زميلتي مشاعل ولد في اسره عاديه، من طبعا ولاده عاديه في اسره عاديه ونشاه عاديه في مدرسه عاديه، وانتقل الى ثانويه عادية بمناهج عادية بأساتذة عاديين، ودخل بعدين كلية عادية بتخصص عادي، وتخرج بمعدل عادي، وبعدين توظف وظيفة عادية، وتزوج من فتاة عادية، ورزق بأولاد تربيتهم كانت جدا عادية، ومن ثم ترقى بالأقدمية العادية حتى تقاعد بالطريقة العادية، وبعدين مات موتة عادية عادية. فكانت حياته جدا عادية. إذا ضحكنا كلنا على قصة سيد عادي، فالتقديرات تشير إلى 98% من حياتنا وحياة الناس تشابه قصة السيد عادي، و2% هم السيد مميز والسيدة متميزة. فلذلك اختار أي نوع تريد، يا شخص عادي يا شخص مميز. مميز أكيد. وبالنسبة للمشاهدين الاختيار لكم بنهاية اليوم شنو عندنا عيد؟ اليوم عندنا زميلتي مشاعل طبعا عبر كاميرا ستريم بوكس لقاء مع السيد صلاح عوفان مدير إدارة التخليد لمكتب الشهيد، وأيضا هناك عندنا فقرات أكيد أخرى. عندنا جولة مع عدد من الأخبار المحلية المتنوعة، وفي الاستوديو سوف يجمعنا لقاء مع الدكتور سالم الكندري استشاري الطب الطبيعي، وحديث عن مؤتمر الكويت الرابع للطب الطبيعي والتأهيل. أيضا من ضيوف الاستديو يسرنا أن نلتقي المستشار الدكتور أحمد الفيلتشاوي، وحديث حول كتابة علماء الكويت، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. لا يغفل أحد من الناس أهمية الكتابة في حياة الشعوب، ذلك لأن تاريخ العالم وحضاراته لا يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل إلا بكتابتها على الأوراق والصحف وغير ذلك من الأدوات. لو سلمنا عدم وجود الكتابة في حياة الشعوب لاندثر ذكر كثير من الحضارات، فمرحلة الفراعنة حين حكموا مصر قبل الميلاد قد ورد ذكرها في كثير من المصادر والكتب، وكذلك حضارة اليونان وما وصل من علومهم في شتى ميادين المعرفة. وبالتالي فإن أهمية الكتابة كبيرة، بل لا تقدر بثمن في حياة الشعوب. حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معكم، نبدا معكم مساحتنا الحواريه الاولى اللي ان شاء الله راح تكون مع المستشار الدكتور احمد الفيلتشاوي، وراح نتكلم عن كتابه علماء الكويت. دكتور امسي عليك بخير، سعيده جدا بتواجدك معنا. الله يسلمك، جزاك الله خير. ابرك سعاده دكتور احمد، وبدايه دكتور احمد مبارك طبعا دكتور عليكم، وكانت خاصه بموضوع علماء الكويت. نعم. والان هناك فكره لطباعه كتاب باسم علماء الكويت، نتكلم عن هذه الفكرة، فكرة علماء الكويت. إن شاء الله، جزاكم الله خير ومشكورين. أول شيء مساء الخير يا كويت،
وهذا الطاقم الجميل. وطبعا الشكر على يعني نرجع إلى وزير الإعلام اللي صراحة عمل جهد طيب باستقطاب الكويتيين المتخصصين وجعلهم استشارين في الإذاعة. الشيخ فهد جزاه الله خير بارك هذه الخطوة ونباشر عملنا، وهذه يعني احنا نضع ايدنا بيد المسؤولين بحيث انه يجعلون الكفاءات الكويتية تعمل لديرتهم. نعم. جزاهم الله خير. طبعا كتاب علماء الكويت بدأت الفكرة لأمر مهم. البداية كان يشاع أن ديرة الكويت بلد الكويت بيئة جهل، ما فيها لا علماء ولا فيها ناس متخصصين، وإحنا ندرسكم ونعلمكم. هذه كانت تشاع، وكنت أسمع من بعضهم يقولون لما جينا الكويت يمكن ما لقينا إلا لحيتين وما في ناس علماء ولا في ناس متخصصين. نعم. الأمر اللي شجعني صراحة إحنا كلنا نعرف أن أمهاتنا وأبهاتنا جيل كان مثقف ومربي. طبعا الكويت دائما مميزة يعني دكتور. لما أنا قمت أسأل نفسي شلون يعني، هل أبوي لما رباني التربية الصحيحة ولا أمي اللي ربتني تلك التربية، هل هذا كان يعني انبتوا كذي بدون علم بدون خلفية؟ ما يصير، لازم في هناك تأسيس. فهذا اللي شجعني أني أبحث. نعم. قعدت تقريبا 3 سنوات وأنا أزور عوائل العلماء في بيوتهم. نعم. إذا الدكتور حدثنا عن علماء الكويت ومكانتهم في المجتمع. علماء الكويت يبدأ تاريخهم من 1615. الوثيقة اللي وجدتها وقعدت مع أهلهم وطلعوا لي الوثائق والمخطوطات لعالم اسمه علي بن سعيد بن بحر. عندهم مسجد من بني من قبل 400 سنة على البحر وانهدم، والآن يسعون إلى إعادة بنائه. تراث 400 سنة، هذه تاريخنا تاريخ الكويت. هذا الرجل العالم وجدت مخطوطة له في الفقه المالكي. نعم. يعني في سنة 1615 ما كانت حكومة كويتية، لكن في كان تواجد على هذه البقعة المباركة، كان في تواجد وكان في علم وكان في علماء مدرسة بالكويت. في ناس تدرس بدام إن في تأليف في كتاب. إذا في ناس أقران يقعدون معاه، في شيخ يدرسون على إيده، إذا في بيئة علمية. الكتاتيب وقصص هذه استرسلت كلها، كانت نوع من العلم السابق، ولكن ما كان هو نوع من العلم الأحالي والتعليم المباشر والتوجيه وغيره. شوف أنا استرسلت وكتبت في 75 عالم كويتي. ما شاء الله. هذا الكتاب أعتبره مرجعية لنا. حلو. حتى نرجع إلى تاريخنا. أنا وصلت إلى آخرهم شيخ أحمد غنام الرشيد، أديب فقيه، سنة 2009 توفي. هذا آخرهم اللي أنا ترجمتهم. تقريبا الأسماء دكتور، الأسماء اللي قمت بعمل ترجمة عن حياتهم مسيرتهم العلمية. شوفي، في عندنا عوائل يتخصصون بالعلم. عائلة مثلا الفارس. حلو. عائلة الطبطبائي. يعني بعض العوائل تلقين فيهم 5 6 هذيل كلهم علماء. اني الى مثلا بعض العلماء ما وجدت عائله كويتيه الا وعميد اسرتها عالم. لما تجين مثلا عائله بودي ال بودي تلقين عميد اسرتهم عالم. تجين الى العتيجي عميد اسرتهم عالم. تجين بيت الفارس عميد اسرتهم عالم، يعني اللي اسس العائله. نعم. شيء مو طبيعي في علماء الكويت. الحمد لله. الأمر الآخر اللي يعني شجع هذا البحث إن الكويت مو فقط لما قدموا العلماء للكويت كان قصدهم مثل ما يشاع إن يبحثون عن اللقمة عن الماء وعن الأكل، لا، جاءوا بعض العلماء وهم أغنياء. نعم دكتور، للأمانة كلامك عم تمام. نعم. الحديث طويل في هذا المجال، نحتاج إلى يعني حلقات حتى نتكلم حتى عن كل عالم، ولكن إن شاء الله نعدك إن شاء الله بمزيد من الوقت بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أنا بس كلمة أخيرة. أنا بس يعني الكتاب هذا شمل وجمع لمجموعة الكويت
ما تخصص لفئة معينة، جمعت فيه السني والشيعي، جمعت فيه الحضري والبدوي. عندي رجل زين الدين باقر، هذا رجل على مذهب الجعفري، لكن رجل كان يعلم القرآن، رجل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك هو خطها بيده، رجل كان يكتب قصائد في الشيخ مبارك والملك عبد العزيز. نعم. يعني أنا ما أدري الوقت يمكن ضاق، لكن الكتاب الصراحة ثري. أنا بس أتكلم عن شخص واحد، حتى إحنا نهتم في هذا الكتاب ونهتم في علمائنا ونجعلهم في مناهجنا الدراسية وإعلامنا. أحدهم محمد بن عبد الله الفارس. نعم. في سنة 1892 أم في المسجد النبوي شهر كامل صلاة. نعم. التراويح والقيام، هذا الكويتي الوحيد سنة 1892. نعم. 92 يأم رجل كويتي محمد بن عبد الله الفارس إمام. نعم. يصلي إمام صلاة التراويح في المملكة، هذه ما حد يدري عنها ولا سمعنا عنها. نعم دكتور، الكويت فضل. زاخرة بعلمائها. وبالختام طبعا نبارك لك الدكتورة وأيضا الكتاب. كل الشكر لك دكتور المستشار الدكتور أحمد الفلشاوي، يعطيك ألف عافية. وطبعا مشاهدينا ننتقل إلى أخبار الديرة. عيد شنو عندك اليوم؟ اليوم فقرات كثيرة، وأيضا كاميرا سترين بوكس في لقاءات خاصة بمكتب وفعاليات مكتب الشهيد، بالإضافة لأسبوع المرور في جامعة الكويت والكثير والكثير، ولكن مع فقرة أخبار الديرة. ولكن طبعا بعد هذا الفاصل. إذا فاصل نرجع، خليكم معنا. حياكم الله معنا من خلال هذه الفقرة وهذه الزاوية الخاصة بالجولة الأخبارية المحلية من أخبار الديرة، بحديث حول دور مكتب الشهيد في المجتمع وتكريمه لكوكبة من شركاء النجاح. ومعنا على الطرف الآخر من كاميرا سترين بوكس الزميل خالد البناو، وضيفتها الكريمة أو ضيفها الكريم الأستاذ صلاح العوفان، مدير طبعا إدارة تخليد بمكتب الشهيد. مساء الخير خالد، والكاميرا والمايك لك إن شاء الله. مساء الله بالخير عيد، وأمسي على السادة متابعين برنامج مساء الخير يا كويت. عيد طبعا متواجد حاليا مع ضيفي اللي هو الأستاذ صلاح العوفان، مدير إدارة التخليد في مكتب الشهيد، اللي راح يحدثنا عن مهرجان شكرا الثاني. مساك الله بالخير أستاذ صلاح، يعطيك العافية. مساك الله بالنور، حياك الله، يا أهلا مرحبا بكم. الله يحييك. بداية أستاذ صلاح، نبيك تحدثنا عن نشاطات مكتب الشهيد ومشاركاته الاجتماعية في كافة المناسبات. حياكم الله ويا أهلا مرحبا بكم. اليوم من ضمن الحفلة اليوم حفلة الكويت اللي هي راح تشارك فيها جميع الجهات اللي شاركت ويانا في مهرجان شكرا، هذه من ضمن المناسبات الاجتماعية اللي نقدمها من خلال مكتب الشهيد، اللي راح اليوم إن شاء الله نكرم جميع الجهات اللي شاركت ويانا خلال مهرجان شكرا اثنين. طبعا هذا من ضمن المشاركات، وإن شاء الله عقب باكر راح يصير في عندنا يوم الأسرة لأسر شهداء الكويت، راح يكون إن شاء الله حفل لهم في مكتب الشهيد إن شاء الله. ما هو مهرجان شكرا اثنين؟ لو تكلمنا تعطينا فكرة عنه وشنو دوره هذا العام؟ إيه حياكم الله. هو مهرجان شكرا اثنين هو تكملة لشكرا واحد، كان العام السابق سوينا شكرا واحد لشكر جميع الدول اللي ساندت وساعدت دولة الكويت في تحرير دولة الكويت. السنة هذه كان شكرا للجهات الحكومية والأهلية اللي ساهمت وساعدت أهل الكويت والمقيمين على أرضها خلال فترة العدوان، فكان الفكرة أنهم يعرضون للناس شنو الأعمال اللي قاموا فيها خلال فترة العدوان اللي هي 7 شهور إلى أن تحررت الكويت، فكان هذه رسالة شكر لهم للجهات الحكومية والشركات الأهلية اللي متواجدة يعني على أرض الكويت. أستاذ صلاح، ما هو دور الشباب في المهرجان؟ وأيضا شنو دوركم في دعم الشباب؟
الشباب هم لهم الكلمة الأولى الحين دولة الكويت، هم اللي قاعد تقيم عليها الدولة من خلال الأنشطة اللي غمناها. كان في شباب، احنا نخص شباب أبناء الشهداء في مساعدة مكتب الشهيد في إقامة الحفلات أو إقامة المناسبات اللي احنا نقيمها، فكان لهم دور في مساهمة مساعدة الناس، كان في لهم مساهمات في المشاركة من خلال مهرجان شكرا اثنين. وكان في عندنا يعني شباب من أكاديمية المبدعين اللي أنشأها مكتب الشهيد، وكانوا خلال الرحلة اللي قام فيها مكتب الشهيد لجمهورية إندونيسيا، في فكانوا أهل الكويت أو شباب الكويت أبناء الشهداء كانوا مشاركين فيها. ما هو دور مكتب الشهيد في متابعة أسر الشهداء في كافة مراحلهم العمرية؟ طال عمرك مكتب الشهيد أنشئ لتكريم أسر الشهداء وتخليد الشهداء، فالدور اللي يقوم فيه مكتب الشهيد في تكريم الأسر من خلال مساعداتهم أو التعاون معهم في الحالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والقانونية، وال يعني مساعدتهم في مراقبة العيال في المدارس، التعليم، الأمور الصحية، مراجعة عيال يعني زوجات شهداء، أمهات شهداء، أبائهم. فكان لنا دور في طريقة أو التعامل مع الوضع اللي كانوا فيه أو الوضع الجديد اللي هم كانوا فيه. يعني لو تعطينا فكرة عن حفل تكريم شركاء النجاح ومن هم المكرمون اليوم؟ حفل هذا موجه لهم. شكرا اثنين يقدم حفل تكريم لهؤلاء اللي شاركونا في نجاح، أعتقد نجاح مهرجاننا اللي هو شكرا اثنين. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فاليوم نشكرهم على الدور اللي قاموا فيه، فلولا مساعدتهم ومشاركتهم ويانا لما كان هذا النجاح في هذا المهرجان وهو شكرا اثنين. استاذ صلاح حفان، رساله حاب توجهها للمجتمع من خلال برنامج مساء الخير يا كويت؟ والله شوف، انا من خلال يعني اجتماعي ويا جميع الفئات او جميع الجهات اللي شاركوا ويانا سواء كانت جهات اهليه او خلية، الصراحة تلمست فيهم روح العطاء للوطن الكويت. يعني أنا قاعد أشوف حبهم للكويت لا يقاس، يعني حبهم للكويت ودهم يساهمون بكل شيء. فأنا اللي شفته وياهم ومن خلال مشاركتي وياهم والعمل معهم، يعني للأمانة أنا أقولها إحنا وأنا واقف بالمهرجان وتكريمهم اليوم، أنت كويت وافتخر. كل الشكر لك أستاذ صلاح العفان مدير إدارة التخليد في مكتب الشهيد، ونتمنى لكم اليوم التوفيق إن شاء الله في مهرجان شكرا الثاني. يعطيك ألف عافية وشكرا لك. يا مرحبا، حياكم الله ومشكورين على جهودكم. شكرا لك، يعطيك العافية. أما الحين ننتقل إلى استديو مساء الخير يا كويت وإلى الزميل عيد. تفضل عيد، الكاميرا لك. شكرا للزميل خالد البناو على هذا الجهد المتميز، ولا زلنا في برامجكم برامج مساء الخير يا كويت وفي محطتنا أخبار الديرة، ومستمرين من جامعة الكويت حيث نظمت عدد من المحاضرات التوعوية حول أسبوع المرور الخليجي الموحد. تناولت من خلال تلك المحاضرات الإرشادات والتعريب بأهمية احترام القوانين المعمول بها في هذا الشأن. نظمت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت وبالتعاون مع وزارة الداخلية محاضرة توعوية خاصة بأسبوع المرور الخليجي الموحد تحت عنوان حياتك أمانة، حيث تسعى جامعة الكويت من خلال إقامة الندوات والفعاليات العلمية والعملية لإطلاع طلبتها على آخر المستجدات في شتى المجالات، لتكون تلك المعلومات علما يستفاد منه في المستقبل القريب. المرور في اي مكان في العالم، الابيض اللي لحق على الافلام الابيض واسود نشوف الشرطي واقف في نص الشارع معرض حياته الخطر بس عشان ينظم السير، ما حد يسكر على احد ولا. ثم انتقل هذا الى ما نشوفه امامنا في حياتنا اليوميه، رجال تعرض نفسه للخطر مقابل انه ينقذ اسره، او ربما لا قدر الله لو رجل المرور اول من يصل الى الحادث، لو السياره فيها بنزين او ما وصلت سياره مطافي، احتمال قوي انه يعرض حياته للخطر. وهذا الرجال طبعا لازم نقيمهم ونشكرهم على ما يقومون به. اليوم كان عندنا استضافة للإدارة العامة للمرور في أسبوعها المرور الخليجي الموحد 34، استضفناهم هنا عندنا بالكلية وعطونا محاضرات توعوية وعن آخر القوانين والمخالفات وطريقة ضبط المخالفات مع الأجهزة الحديثة، وما قصروا وسووا حلقات نقاشية
وأفادونا جدا. وطبعا كلية الهندسة والبترول ترحب دائما وتسعى إلى هذا النشر التوعوي والثقافي خاصة بين شرائح المجتمع وخاصة الشباب. لما تكلموا الأخوان في لجنة فعاليات سبع المرور قالوا نبي نسوي محاضرة أو محاضرتين في أحد الكليات. أنا واحد من الناس اللي أيدت وطلبت أن يكون اللقاء عندكم هنا في كلية الهندسة مع كرام الاحترامي لجميع الكليات، ولكن طلبة وطالبات كلية الهندسة قريبين شوي. ليش؟ كاختصاص، كمعرفة بالطرق، كمعرفة بالكثافة المرورية. كلكم طلبة، لما تنزل الشارع وتشوف الزحمة، احنا دورياتنا نفسها لما ننزل الشارع ونشوف الزحمة. كل الشكر والتقدير لإخواننا في وزارة الداخلية على هذا الجهد المبذول في الإرشاد والتوعية. إدارة السراج المنير التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قامت ماراثون رياضي مفتوح شارك من خلاله العديد من المواطنين. حول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير. تولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جل اهتمامها بأبنائها بكافة مراحلهم العمرية عبر تدريبهم وتأهيلهم بجميع أمور الحياة ليكونوا شباباً ذوين إنتاجية فعالة في المجتمع وسبباً من أسباب رقيه وتقدمه، فهم زينة الحياة الدنيا، وحفاظاً على صحتهم العامة من خلال تقديم العديد من الأنشطة الرياضية التي تهدف لحمايتهم من جميع الأمراض. نظمت إدارة السراج المنير الماراثون الرياضي السنوي تحت عنوان صحتي سعادتي، وذلك برعاية وكيل الوزارة المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور وليد لشعيب. في هذا اليوم في إدارة السراج المنير نقيمه في نادي الشعب البحري بمسافة ما يقارب 3 كيلو، ماراثون رياضي يشترك فيه كل مراكز البنين مشكورين، وحقيقة يعني هناك عدد ما شاء الله ممتاز جدا، ونشكر كل الجهات المتعاونة تعاونت معنا، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وأيضا نادي الشعب البحري وأيضا نادي الشعب البحري وأيضا تلفزيون دولة الكويت لتغطية مثل هذه الفعالية المهمة. لازلنا متواصلين معكم من خلال برامجكم، برامج مساء الخير الكويت، وفي هذه المحطة الإخبارية أخبار الديرة، ونستمر معكم في تقاريرنا المنوعة، حيث قام وفد ألماني زائر إلى البلاد بتفقد العمل في محطة الدوحة الغربية وتعرف عن قرب عن آليات العمل والتقنيات الحديثة التي تدار بها المحطة. المزيد في سياق التقرير التالي. إن وزارة الكهرباء والماء تسعى دائماً وأبداً لمواكبة عصر التقدم من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات والورش العلمية والعملية وتنسيق الزيارات بين الخبراء للاطلاع على آخر المستجدات في مجالي الكهرباء والماء، لتكون تلك الخبرات علماً ينتفع به في المستقبل. في هذا الصدد زار محطة الدوحة الغربية عدد من الدبلوماسيين والمهندسين من جمهورية ألمانيا الاتحادية للاطلاع على مصادر المياه في دولة الكويت بحضور الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس فؤاد العون، حيث اطلعوا عن قرب على عمل محطة الدوحة الغربية من مراحل الصيانة وتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وصولاً للمستهلكين في دولة الكويت.
أيضا إلى مجال آخر وإلى مجال الأنشطة التربوية، حيث لها مكان دائم على خارطة البرنامج. نتابع المزيد أيضا في هذا التقرير. نظمت مدرسة القادسية متوسطة بنات ملتقى الكويت نحو تحسين الجودة والأداء الدولي في مادتي الرياضيات والعلوم، حيث سعت المدرسة لاستثمار مواهب الطالبات المشاركات في الملتقى عبر تقديم مشاريعهم وطموحاتهم المتميزة. الهدف الأساسي لمركز صباع الأحمد هو أن يتبنى الناشئة من أفراد المجتمع الكويتي الموهوبين والمبدعين. اليوم دوري أنا في مركز صباع الأحمد رعاية الطلبة الموهوبين من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر، وتقديم مختلف مجالات الرعاية أكاديمية نفسية وصحية. إنه لشرف لمدرستنا أن تحتضن هذا العمل الرائد تحت شعار ملتقى القادسية نحو تيمز 2019، الذي يشعر بحالة من التفاؤل بأن هناك توجهاً جديداً لرسم الخطط ووضع استراتيجية محكمة تنهض بمنظوماتنا وقضايانا التعليمية في ظل التحديات والمتغيرات المتلاحقة في هذا العصر. هذا واحتفلت ثانوية بيان بنات بإقامة الحفل الموسيقي الختامي للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2017-2018، وذلك برعاية مدير عام منطقة حولي التعليمية الأستاذ منصور الضفيري، وبحضور الموجه الفني العام الأستاذة منى الكهيدان، حيث قدمت الطالبات المشاركات في الحفل مجموعة من العروض والفقرات الغنائية والمقطوعات الموسيقية عبر الانتقال بين الفنون الموسيقية حول العالم والتي تعكس ثقافات العالم المختلفة. وفي ختام الحفل كرم الموجه الفني العام الأستاذة منى الكهيدان الطالبات والهيئة التعليمية على نجاح هذا الحفل الذي أسهم في تنمية مواهب الطالبات وتقوية ثقتهن بأنفسهن. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية فقرة أخبار الديرة، ونعود لمتابعة مواد فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع الزميلة مشاعر ومساحات حوارية أخرى. شكرا لك عيد على هذه الفقرة. إذن طبعا مشاهدينا ننتقل إلى المساحة الحوارية الثانية اللي راح تكون مع الدكتور سالم الكندري استشاري الطب الطبيعي، وحديث حول آخر المستجدات في هذا المجال، ولكن بعد هذا التقرير. العلاج الطبيعي هو علم يستند على المجالات الطبية التي ترى في الحركة عنصراً أساسياً من أجل صحة ورفاهية الشخص المريض. الشخص المهني المعالج بواسطة العلاج الطبيعي يسعى لتحديد واستغلال الحد الأقصى من القدرة الحركية لتحسين صحة المريض والوقاية من المشكلات في المستقبل وإعادة تأهيله. ويستند العلاج الطبيعي إلى العلم ويهتم بتوسيع وتنفيذ وتقييم واستعراض الأدلة التي
التي تدعم هذا النهج وقوانينه وطرق العلاج به، كما يعتمد العلاج الطبيعي على الخبرة المهنية السريرية وتحليل حالة المريض النفسية والجسدية قبل بدء العلاج. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت ومساحة حوارية أخرى. رحب مرة ثانية بالدكتور سالم الكندي الاستشاري الطب الطبيعي وحديث حول آخر المستجدات في هذا المجال. أهلا ومرحبا فيك دكتور. نبدأ معك الطب الطبيعي، نأخذ فكرة عنه. بداية رحب فيكم وأشكركم على الاستضافة في البرنامج اليوم. الطب الطبيعي هو إحدى التخصصات الطبية يتخرج فيها طالب الطب 7 سنوات دراسية، بعدها يكمل في بورد أو برنامج تخصص الطب الطبيعي بما يعادل 5 سنوات بالإضافة إلى تخصص دقيق إضافة إلى سنتين، وتقريبا 12 إلى 13 سنة دراسية للوصول للتخصص والحصول على البورد والزمالة في التخصص. طبعا التخصص هذا يعتبر نوعا ما تخصص حديث، ويمكن يعتبر من التخصصات النادرة عندنا في الكويت، وعندنا قلة في عدد الكويتيين متخصصين في هذا التخصص. دكتور طيب شنو هي الحالات اللي ممكن انها تستدعي تدخل الطب الطبيعي؟ طبعا دور الطب الطبيعي او الوصول للمريض لاقصى مدى من تعويض القدره الوظيفيه اللي يفقدها، سواء قدره وظيفيه، قدره حركيه، اجتماعيه، ايضا نفس عقليه ذهنيه. هي دائما نسعى الى العمل لتحسين حاله المريض بشكل عام من بعض الأمراض اللي قد تؤدي إلى قصور في وظائفه، من مثل جلطات الدماغية، من مثل إصابات الحمل الشوكي، البتور بأنواعها، نعم. تأهيل، عندنا برنامج تأهيل للأطفال، للكبار، كبار السن، المشاكل اللي تنتج من بعد إصابات القلب، مثلا جلطة القلبية، المريض يفقد القدرة على أو القوة الحركية للمساعدة في المشي، في الحركة، في ممارسة الرياضة بشكل عام، إصابات الرياضية اللي يتعرض لها الأشخاص الرياضيين أو الغير رياضيين، الآلام أو المشاكل المزمنة اللي تنتج من بعض السلوكيات الخاطئة اللي يمارسها أغلب الناس، طريقة الجلوس، الوقفة، قلة الحركة والتمارين، هذه جميعها تكون لها دور ودخل في طب طبيعي. أغلب الدخول للمستشفيات أو قلة الحركة، إصابة في بعض الأمراض، يؤدي إلى قصور في وظائف الجهاز الحركي والعضلي في الجسم، فهني يأتي دور الطب الطبيعي لاستعادة الجزء المفقود وتحسين حالة المريض بشكل أكبر. نعم. دكتور سالم، أنت ذكرت بعض السلوكيات الخاطئة في الممارسات طبعا اللي تحتاج أحيانا إلى التدخل الطب الطبيعي، ودي أعرف أهم هذه الممارسات الخاطئة اليومية اللي نمارسها إحنا ما ندري إننا قاعد نمارسها بشكل خاطئ. طبعا يمكن شغلات الحديثة اللي هي نقول تكنولوجيا، خاصة استخدام استخدام كبير، هذا استخدام الهاتف النقال، استخدام الكمبيوتر، طريقة الجلوس، الجلوس فترات طويلة في استخدام الهاتف، مثلا نأخذ مثلا الهاتف قاعد طالع وطالع وتنزل الرقبة للأمام، هذا نوعية الجلوس قصدك، نوعية الجلوس أو طريقة الاستخدام والمدة استخدام. الطريقة هذه تؤثر إلى حدوث شد في العضلات الرقبة بعد مدة، حدوث ضغط كبير، وزن الرأس مع تغير الحركة يؤدي إلى حدوث تأثير على رقبات الرقبات العنقية، فكل هذه تؤثر عندنا. يعني نسبة كبيرة من المرضى المراجعين للمستشفى وهذا يكون حالاتها جدا بسيطة، مجرد تصحيح وضعيات، مجرد بعض التمارين اللي ممكن توصف له تقوية حركة، كل هذا ممكن يؤدي إلى تحسن حالة المريض والابتعاد من الإصابة اللي قد تنتج إلى فقدان جزء من وظيفة، خاصة تؤدي إلى سعي لحصول مرضيات ما يقدر يكمل عمله، فيصير في تغيب عن العمل، تغيب عن الوظيفة الاجتماعية اللي يقدر يسويها، حياته الاجتماعية بشكل عام، حتى نفسيا تأثر عليه، حتى نفسيا بالضبط. يعني حتى أبسط شيء ممكن حمل الأطفال، يعني تخيل لو عندك آلام ظهر حتى طفلك أو ابنك ما تقدر تشيله، فهذا يأثر عليك ويأثر على طفل، فهذه هم علاقة مثلا الأب مع ابنه تصير فيها قصور، فهذه جميعا نسعى أن نوعي فيها الناس ونعمل على تفاديها وتحسين حالتنا. طيب دكتور، لو يعني نركز على تخصص الطب الطبيعي يعني والتأهيل الطبي، نعم. شنو هو؟ طبعا
هو تخصص نوعا ما يعتبر حديث على مستوى العالم أيضا، يعني هو بدأت فكرته تنشأ من بعد الحرب العالمية الثانية، تكاثر حالات الإصابات الدماغية والبتور من بعد الحرب العالمية، فبدأت طريقة تعويض حالة المريض أو جزء المفقود من المريض أو جزء دماغي لتنشيطه وعودته وإدماج المريض المصاب في المجتمع، أساس يكون فرد منتج لازم نرد ندمجه. تقريبا هذا من الأربعينيات إلى الخمسينيات في الكويت عندنا يعتبر تخصص حديث، يمكن من أوائل الدول في المنطقة لم تكن الأولى، أول دولة يكون عندنا بالخليج على مستوى الخليج العربي يكون عندنا مستشفى متكامل للتأهيل، هو مستشفى طب طبيعي اللي حاليا موجود في الأندلس من سنة 1984. نعم. فيعتبر أو تعتبر الكويت هي من الأولى والرائدة في مجال التأهيل في الكويت. نعم. دكتور، مريت على أنت عملية التأهيل، التأهيل الطبي يحتاج إلى فريق متكامل، يعني إحنا نعرف الطبيب فلاني، ولكن من هو الفريق المساند لهذا الطبيب في عملية متكاملة يكون فيها جزء من منظومة متكاملة لفريق يسعى دائما لحل مشاكل الآلام المتعلقة بالمريض؟ إحنا عندنا مثل دائما نقول إيد واحدة ما تصفي. صح. زين، شخص واحد ما يقدر. التأهيل بشكل عام هو فريق طبي، فريق متكامل يرأسه طبيب الطب الطبيعي، ويكون في مجموعة من تخصصات المساندة، منها العلاج الطبيعي، منها العلاج الوظيفي، أخصائي النفسي، خدمة الاجتماعية، التمريض بطريقة خاصة. فهذا الفريق يعمل، أو فني الأجهزة التعويضية، فني النطق والبلع، فجميع هذه التخصصات تعمل لتحسين حالة المريض والوصول. طبعا كل مريض له خصوصيته، احنا لما ننظر للمريض دائما نفرق أو ما نفرق، لكن كل مريض له برنامج خاص، كل مريض يكون له برنامج خاص، فهذا الفريق يعمل بتناغم على تطبيق الخطة اللي يضعها. نعم. كل ما كانت الخطة واضحة، وهذه الخطة قد تتغير، يعني خلال الأسبوع خلال ممكن تتغير الخطة على حسب حالة المريض ومدى تحسنه وتغير واستجابته للعلاج. فهني نبدأ تدخل، قد يكون طبعا هذا كفريق تأهيلي قد نحتاج إلى بعض الأدوية، تدخلات في الإبر، في الأدوية العلاجية، المسكنات، قد نحتاج إلى دعم من تخصصات أخرى طبية أخرى، من جراحة الأعصاب، جراحة العظام، الأشعة التداخلية، فجميع هذه التخصصات نعمل فيها لخدمة المريض، وضع خطة خاصة للمريض، وجميع الفريق يعمل على تطبيق هذه الخطة للوصول بأقصى مدى من التحسن. نعم. طيب دكتور، بمناسبة انعقاد المؤتمر، هذا المؤتمر الرابع. نعم. حلو. خلينا نتكلم عن المؤتمرات السابقة في دولة الكويت. طبعا هذه يعتبر المؤتمر الرابع على مستوى الكويت. المؤتمرات السابقة طبعا آخر مؤتمر كان في 2015، وكان بمستوى المؤتمر العربي التاسع للطب الطبيعي والتأهيل، واستضافته الكويت في 2015، واستكمالا لهذا المؤتمر كان لنا تواجد في الرابطة العربية للطب الطبيعي، ممثلة بأحد أعضائها كنت أنا فيها عضو في الرابطة العربية للطب الطبيعي، بالإضافة إلى مشاركتنا العالمية والرابطة العالمية للطب الطبيعي، فالكويت لها دور في هذا المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر أعطانا دفعة معنوية، أو هذه المؤتمر أعطتنا دفعة معنوية في إنتاج بعض الأبحاث العلمية، أو السعي لإصدار بعض الأبحاث العلمية. ومؤتمرنا هذا السنة 2018 قبل يومين عرضنا أكثر من ورقة علمية تم عملها في الكويت في المستشفى، عملناها منها بحث عن الخلايا الجذعية واستخداماتها في إصابات الحبل الشوكي، عندنا بحث في مرض هشاشة العظام في مرضى الإصابات العصبية، عندنا بحث طرح في استخدامات دواء البوتوكس أو البوتولينوم توكسين متعرف على البوتوكس في إصابات في الأطفال في الإصابات الضفيرة العصبية اللي نسميها برايكال بلكسس. ففي أكثر من ورقة علمية تم طرحها في هذا البحث، فهذه نقول الأبحاث استكمال للمؤتمرات السابقة والتوصيات السابقة في تحسين المستوى العلمي في دولة الكويت. نعم، دخلتنا في مصطلحات علمية كثيرة دكتور. قد ما أقدر نحاول نبسطها. هذا المؤتمر طبعا ذكرت الأبحاث العلمية المقدمة، ولكن ودي أعرف شنو كانت الفعاليات والأنشطة اللي قدمت فيه. طبعا المؤتمر كان على مدى 3 أيام، شمل مجموعة من المحاور الحوارية
بالإضافة إلى تقديم أبحاث العلمية، إضافة إلى ورش العمل الطبية المتخصصة، منها ورشة عمل لاستخدام جهاز السونار لعلاج وتشخيص آلام الجهاز الحركي. طبعا جهاز السونار يعتبر من الأجهزة الحديثة اللي ما فيها تعرض للأشعة، فتحمي المريض من التعرض للأشعة، واستخدام الجهاز يعطيك إلى الدقة في الوصول إلى تشخيص المريض والدقة في إعطاء الدواء العلاجي للمريض. إضافة إلى الورشة أخرى كانت عن مرض أو إصابة الشلل التشنجي، اللي هو نقدر بين قوسين نقول الشد العضلي، نعم، لينتج من بعد الإصابات العصبية، واستخدام دواء البوتوكس في علاج هذه الحالات. وبالإضافة إلى المعرض الطبي اللي شمل مجموعة من شركات لعرض الأدوية والأجهزة الحديثة، منها أجهزة الروبوتك أو الأجهزة الآلية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال والتحديد. نعم، دكتور سالم الكندري استشاري الطب الطبيعي، كل الشكر لك ويعطيكم ألف عافية. أشكركم، يعطيكم ألف عافية، وبس أقدم كلمة شكر للجان المنظمة، وكلمة شكر للمستشفى، لإدارة المستشفى ووزارة الصحة الممثلة بالوزير. والشكر موصول لك على قبول هذه الدعوة دكتور سالم في برنامج من برامج مساء الخير. الله يعطيكم العافية. نعم، إذن أعزائي بكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، شكرا لكم ومع السلامة. الخير والمحبة، اجتمعنا معكم في برنامجكم برنامج مساء الخير كويت، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.